رياض إدويديغن، مرحبا بك موقع ميت سبورت. رياض إدويديغن من صغار ديال فريق الرجاء مينيم أ، كيفاش كانت البداية ديالك مع كرة القدم؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، كانت عندي 4 سنين، فاقترحت على الوالد ديالي باش ندخل الفريق الرجاء الرياضي البيضاوي حيت كان هو الفريق العزيز عليا، والحمد لله توفقت في كرة القدم وكنتمنى ان شاء الله نكون شي لاعب كبير. لماذا تم اختيار فريق الرجاء بالضبط؟ حيت هو كيجيني احسن فريق كاين في المغرب. اش من ناحيه ديالو؟ اش من ناحيه عاوتاني؟ الدقه فهمتي، معروف عالميا حتى من ناحيه ديال الجمهور. انت الان في فريق الرجاء في مينيم أ، كيفاش تعيش الاجواء ديال فريق الرجاء داخل الملعب ديال الوزيز؟ الحمد لله كنعيش اجواء جيده مع المدرب ديالي يوسف انيس وعادل الميكي، كنبغي نشكرهم بزاف، ويوسف روسي وكاع الطاقم ديال الرجاء البيضاوي عامه، والحمد لله الفريق ديالنا غادي في تحسن الموس، وكنتمنى ان شاء الله نديو البطوله هذا العام. جريتوا شي مباريات هذه السنه؟ جرينا 7 المباريات. كيفاش كانت النتيجه ديال 7 المباريات؟ كانت ايجابيه، ما عدا ماتش واحد فريق الوداد البيضاوي تعادلنا فيه بواحد الواحد. اذا انتصرتوا ربما في جميع 6 ديال المباريات. شنو هو المركز اللي تشغلوا في فريق الرجاء مينيم أ؟ وسط ميدان. وسط ميدان مهاجم. نعم. هجوم. كيفاش تشوف المستقبل ديالك انت مع فريق الرجاء الرياضي؟ واش عندك شي طموح كبيره باش توصل الهدف ديالك وانت كلاعب ديال فريق الرجاء؟ الهدف ديالي انا هو نوصل ليكيب أ، ونشرف بالناس كاع الناس اللي وقفوا معايا ونفرحهم، وهذا هو اللي كنتمنى انا. كيفاش تشوف فريق الرجاء الرياضي هذه السنه؟ هذه السنه غادي في تحسن، بدا بتعثرات ولكن ان مع العسر يسر. اذا الان البدايه، ربما البدايه ديال الفريق هذه السنه. شكون هو اللاعب اللي بغيتي تكون بحاله فريق الرجاء، وانت تبغي تلعب الصوره ديالو؟ شنقول؟ ياسين الصالح. ياسين الصالحي. ياسين الصالحي هو المثل ديالك. علاش اختاريتي بالضبط؟ علاش ما قلتيش متولي؟ حيت البوست اللي كيلعب فيه الصالحي هو اللي كنلعب فيه انا. عندك ديك الطوله ديال ياسين الصالحي. واش يعجبك ياسين الصالحي؟ فاش يعجبك ياسين الصالحي؟ لي باس اللي عنده، فنان. لي باس ديسيزيف عنده، فنان. ولكن ياسين الصالحي واش هاد السنه كيفاش تشوف ياسين الصالحي هاد السنه؟ مع الإصابة ديالو المدرب خوسي رومارو ما يقدرش يغمر به. نعم، خاص ضروري شوية ديال الروح وعاد ديك الساعة يدخل بوجه أحسن. كيفاش تشوف الجمهور ديال فريق الرجاء يزيد الطرف؟ خصني نقول لك أحسن جمهور في العالم بزاف. من غير الفريق ديالو، من غير الرياضة شنو هي الهوايات اللي تتمارسها من غير الرياضة؟ طبيعة الحال الدراسة هي الأول. اش من مستوى عندك هاد السنة؟ 5 جيد على المشترك. علمي. اذا خصك تقرا باش، لان اللاعب خصو يكون اولا يكون مثقف، فهمتي، باش يتسهل، باش حتى الا كان عنده فرص مثلا يمشي يحترف وداك الشيء خصو يكون قاري. ما يمكنش تكون راه كان بكري تيقول لك الا ما عطاتش في القناه عطات في القناه، ولكن هذيك المقوله راه ما خصناش نمشيو بها. كيفاش تتشوف الاجواء العامه ديال فريق الرجاء؟ وانتم الان على في البدايه ديال، واش عندك شي هدف انك العام الجاي تطلع مباشره مثلا الى كنتي مزيان؟ ربما الى كنتي مزيان تقدر تنقز واحد المرحله ديال لي كاتيجوري، تقدر تكون الى كنتي مثلا في المينيم تقدر يطلعوك مثلا كاديئه مباشره بلا ما تدوز به. نعم. اش كنقول؟ انا كنتمنى ندير مباريات في رجليه باش ملي نطلع نكون في الساعد، وان شاء الله نفرح فريق الرجاء الرياضي البيضاوي ان شاء الله، وهادشي اللي كنتمنى. كيفاش تشوف هذا العام فريق الرجاء في البطوله؟ ان شاء الله راه غادي يتحسن، غيكون كاينه البطوله ان شاء الله. ديما رياض، كنت مع الميادين، مع الميت سبور اللي هي اصلا الميادين تو سبور.
وتنتمنوا لك مسيره موفقه ونتلاقاو مثلا في شي فرصه مقبله ان شاء الله ملي تكون مثلا في شي هنا حنا دابا درنا معك المينيم ربما في الكادي وحسب المعلومات اللي توصلت بها انك انت من عميد فريق ديال فريق الرجاء ومن احسن اللاعبين وتنتمنوا لك مسيره موفقه في فريق الرجاء شكرا لك.